تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. واحد، لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. إسرائيل بتحاول في إطار تدمير الدولة الفلسطينية أو تدمير فرص قيام هذه الدولة المستقلة إن هي تقسم فلسطين من بعد 47 ل 67، بعد كده مستوطنات في الضفة علشان الضفة تتآكل، وبعدين فصل الضفة عن غزة عن القدس الشرقية. إسرائيل تريد أن يكون في اتنين فلسطين مبدئيا، فلسطين الشرقية في الضفة، فلسطين الغربية في غزة، وأن ده يمنع قيام دولة فلسطينية موحدة. في هذا الإطار في كلام عن ما بعد الحرب. إسرائيل الخيار الأول بالنسبة لها أو السيناريو الأول هو التهجير القسري وتصفية القضية، إنما السيناريو الثاني اللي هو السيطرة مرة أخرى على قطاع غزة. الأوروبيين بدأوا يقولوا إحنا جاهزين كاتحاد أوروبي نشارك في حكم غزة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. كلام كتير جدا، لكن الرئيس محمود عباس رد بجملة مهمة للغاية، إنه مفيش دولة في غزة، مفيش دولة غزة، في حاجة اسمها الدولة الفلسطينية، وهذه الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون بدون غزة، وبالتالي لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. جملة حاسمة هي المفروض بتكون أساس قيام الدولة الفلسطينية، مفيش دولتين أو دويلات في فلسطين، إنما دولة موحدة تضم الضفة وغزة والقدس الشرقية. موقف مصر هو هذا الموقف المبدئي. الرئيس السيسي عبر أكثر من مرة أن مصر مع قيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون هذه الدولة بتعبير الرئيس عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. أيضا رؤية مصر التي عبر عنها الرئيس مرارا إن مصر ضد العقاب الجماعي، التهجير القسري، تصفية القضية الفلسطينية، إلغاء القضية الفلسطينية، استمرار الحرب. مصر مع إيقاف فوري لإطلاق النار والبدء في مباحثات سلام والوصول إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية تكون عضوا كامل عضوية في الأمم المتحدة. وفيما يخص محاولات إسرائيل لتهيئة الظروف للتهجير القسري، فالرئيس قال أكثر من مرة هذا خط أحمر وسيبقى خط أحمر، وبالتالي لا خيار أمام إسرائيل إلا أن ترضخ للسلام، ولن يعيش الإسرائيليون في أمن إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمن، ولن يكون هناك سلام أو أمان إلا بالسلام والأمان أيضا للشعب الفلسطيني. الأمن للجميع والسلام للجميع، ودولتان، دولة فلسطينية مستقلة عضو كامل عضوية في الأمم المتحدة. مهما يبدو المشهد بائسا ومهما تتوالى علامات الإحباط نتيجة التدمير الكبير وأعداد الشهداء والمصابين، إلا أنه يجب أن نتمسك دائما بالأمل. لدينا أمل كبير ولا نهائي بإقامة دولة فلسطينية والاحتلال إلى انكسار، الاحتلال إلى زوال.